السلام عليكم. ربنا عز وجل بيقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تخيل واحد ماسك واحد مغمى عينيه وعايز يجره لحفرة أو لمكان يأذيه، وقبل ما يقع في الحفرة أو في المكان ده راح رفع إيده بسرعة أو راح مفتح عينيه بسرعة، هدم كل اللي عمله الرجل ده. كذلك المؤمن وحاله مع التعامل مع الشيطان، كل ما بيقع بيقوم تاني وبيقوم بسرعة كمان. إنما غير المؤمن لا، الشيطان بيفضل حاطط العين الغشاوة ويفضل مغميه لحد ما يوقع في المكان اللي هو عايزه. فربنا يجعلنا يا رب من الناس اللي بتبصر قبل الخطر أو قبل النهاية أو قبل الوقوع في المشكلة.